طبعا عايزين بقول لحضراتكم في غيابات على النادي الاهلي، يعني انت على القمه وعلى الصداره بعد الكوره. مصطفى فوزي، فوزي يا سلام، يسند لزياد، زياد انطلاق، انطلق انطلق زياد، جول 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 جول، جوه جول، هدف رابع عن طريق اللاعب مصطفى فوزي. كلل مجهوده، كلل مجهوده مصطفى فوزي ووضع الهدف الرابع للنادي الاهلي. هو اللي ابتدى الكوره والانطلاقه، وهو اللي لعب الباص مع اللاعب زياد طارق. خبرات مصطفى فوزي انه اتحرك مع الكوره، وتوقع، التوقع مهم جدا. ادي مصطفى فوزي، وادي التمريره. قلت لحضراتكم عمرو انور طور كتير، ادي لو لعيب غيره يقف، لكن مصطفى فوزي توقع ان الكوره ممكن تقع من حارس المرمى. وادي، ادي مصطفى، وادي البدايه، ادي مصطفى بيلعب لقاء كبير النهارده مصطفى فوزي. وادي انطلاقه، وادي السنده، وادي التصويبه، وادي التوقع والمتابعه والفولو على الكوره من اللاعب مصطفى.